أزمة روسية الأوكرانية التي تقترب من دخول شهرها 18 ألقت بظلالها على الدول المجاورة ودفعها إلى رفع حالة التأهب واتخاذ تدابير صارمة مع تزايد التوقعات بدخول لاعبين على خط المواجهة. بيلاروسيا الحليف الأبرز لموسكو صارت محور قلق بالنسبة للعديد من الدول المجاورة لها، خاصة بعد احتضان مانسك مجموعة فاغنر الروسية التي شاركت لفترة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في جديد التوترات، أعلنت السلطات الليتوانية إغلاق نقطتين من إجمالي 6 للعبور على حدودها مع بيلاروسيا بسبب ما وصفتها بالأوضاع الجيوسياسية، وذلك بعد أن نصح المسؤولون في ليتوانيا المواطنين بعدم السفر إلى بيلاروسيا على مدار الأسابيع القليلة الماضية. وأشارت وزيرة الداخلية اللتوانية إلى أن دول البلطيق وبولندا تناقشان احتمالات الإغلاق الكامل للحدود مع وجود أكبر عدد ممكن من حرس الحدود، وذلك بعد ساعة قليلة من تصريحات رئيس وزراء لاتفيا التي أكد فيها أن بلاده تتخذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني من بيلاروسيا، مؤكدا أنه عمل استباقي. عمليات إغلاق بعض النقاط الحدودية بين الدول الأوروبية وبيلاروسيا تزامن مع لقاء رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيكس مع نظيره البولندي أندريا دودا في وارسو لبحث الأمن على طول الحدود مع بيلاروسيا وروسيا. الرئيس البولندي شدد عقب اللقاء على ضرورة وقف بيلاروسيا ما وصفه بالهجمات المختلطة على الحدود خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه أوضح لنظيره الليتواني الإجراءات البولندية المتخذة فيما يخص زيادة عدد الجنود على الحدود مع بيلاروسيا، حيث أعلنت وارسو في وقت سابق نقل نحو 10,000 جندي إضافي إلى الحدود مع مانسك.